هذا الحاجة علمها لينا المونديال هو إذا كنتي ناجح كلشي تيكون معاك، أما نهار تطيح تيبقى معاك غير والديك. لا يعني خدم على راسك، ما تعولها حتى واحد، خدم على راسك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي اخواتي، مرحبا بكم في نهار جديد وفيديو جديد. نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، طورت ديالكم في صحة جيدة وانتم كذلك في صحة جيدة. هادشي اللي كنتمنى لكم اخوتي. وصلني واحد الميساج قال لك خويا يوسف علاش انت تتقدم لينا هادشي اللي تتقدم لينا في الفيديوهات في يوتيوب ولا في فيسبوك، ما تذكرش فيه المحفزات المحفزات الكيماويه، يعني بحال راهم معروفين ما بيش نذكر السميات، تخدم انت غير بالطبيعي. قلت لها اخويا الطبيعي الطبيعي تيكون الخدمه ديالو زوينه وما تيكونش ليها اثر على تربيه الطيور. كما تشوفوا معنا ديك النتيوه اللي كانت معانا حيدتها. علاش علاش حيدتها؟ حيدتها حيت ما بيش نخدم انا كان مع الذكر في هذا القفز مع الضوء اورونج باش نخدم معاه بدايه. كما قلت لكم راه غادي نحط لكم الفيديو هنايا هنايا باش تمشيو تشوفوه. المهم كنت جمعتهم بغيت نخدم بكري، ولكن انا فايت خدمت درت هذه الطريقه هذه، ولكن ما تنصحش بها. يعني اللي باغي الفلوس وبغي يربح من الطيور دير هذه الطريقه، اللي مولوع ما ديرش هذه الطريقه. علاش؟ حيت تكون نتاوي تيكون تيقدم واحد الجهد كبير. شوف بلاتي نحلو على بوبيز، شافني تنتحرك ما بغاش يسقى والله ما نخرجو يتحرك شوية. المهم علاش؟ حيت هاد الطريقة تتكون خطر على نتاوي بزاف. ايوا الذكورة و حتى الذكورة تيجهدو شوية، ولكن تتكون ليها أثر على نتاوي كتر من الذكورة، وممكن أنك تخسر التويرات ديالك، ممكن تخسر نتوا عزيزة عليك أنك بيجي تفرخ بكري. اللهم خليهم طبيعي طبيعي، راه ما بقى ليه والو، بقى ليه شهر شهر واحد راه بيخدم معاك كلشي، شهر واحد راه بيخدم كلشي. اللهم نصبر انا واحد واحد شويه ويكونوا الطويرات ديالي صحة جيده، ولا نفقد الطويرات ديالي. هادشي اللي كاين الخوت. حاجه اخرى، الحاجه اللي انا تنديرها ونجحت راه تنتقاسمها معاكم، الحاجه اللي تنديرها وما نجحاش ما تنقولهاش، ولا يعني ما تنصحش بها وما تنقولش الناس يديروها. هادشي اللي كان اخوتي. حاجه اخرى اللي يلاه تيشوف القناه وعجبو المحتوى وتيستفد من عندي مرحبا بك، اللي تيتفرج وما تيحطش لايك وما ما عنديش انا مشكل، حط لايك وما المهم عندي انك تاخذ واحد المعلومه نقيه وتستفد. اما راه بيت نبيع لك انا الهضره، نبيعها لك بيتي الهضره خاويه، راه نبيعها لك انا وتفرج فيا بزز منك. هادشي اللي كاين، حيت راه غادي يطلع لك داكشي وغادي تفرج فيها تقول اجي نشوف هاد خينا اش تيقول، ولكن انا تنقدم معلومات زوينين. داكشي اللي تنديرو مع الطويرات ديالي غادا نتقاسمو معاكم، ما كاينش عندي انا شي حاجه مخبيه، اما نخبي كامل داكشي اللي تيخبيو عليكم من الناس اللي تيربيو الطيور، انا غادي نتقاسمو معاكم. اي واحد سولو عليا اللي تيعرفني مباشره سولني على الضمان ديال الطيور، شي واحد بغى يربي شي حاجه تيسولني خويا هنا انا تنعطي التفاصيل ديال من ا تال زد، كيفاش بيخدم من ا تال زد، كيفاش مع داك الطير اللي عنده هو، والنصيحه باش غادي يبدا واللي يلاه تيفكر. وهادشي اللي كاين اخوتي، وراه انا تنشجع بزاف الدراري الصغار على الدومين هذا، حيت دابا ولات كما تنشوفوا في المجتمع ديالنا كاين بزاف ديال البليات. اللهم هاد البليه هادي حسن، وشكرا بزاف، وتحيه لهذوك الناس اللي تما تيسولوني واش تتربح من اليوتيوب. بنادم واحد طايح. الحاجه اللي بغيت نقول لكم هي واحد حاجه علمها علينا المونديال هو اذا كنتي ناجح كلشي تيكون معاك، اما نهار تطيح تيبقى معاك غير والديك. هادشي اللي بغا يقولوا لينا هذوك اللعابه ملي داو والديهم وتيماركيو وتينقوا والديهم، راه ملي تتفرح تيكون معاك كلشي فرحان معاك، ولكن ملي تتحزن تيحزنوا معاك غير والديك بوحدهم. وحاجه اخرى،
يعني خدم على راسك، ما تعول على حتى واحد، خدم على راسك. غادي نوريكم ثاني واحد السر من اسرار تجهيز الطيور خصوصا الشكر، هو غادي تشوفوه في الفيديو. ودابا غادي نوريكم واحد الحاجه راه تنعطيها نداوي ماشي بيض مسلوق، هو سير تجهيز الاناث. بغيتي تجهز الاناث بيض مسلوق، بغيتي الذكوره تشميس تشميس تشميس. تحياتي ليكم، وحنا غاديين في سلسله التزاوج، هادشي غير باش نسهلوا تزاوج الطيور وانتاج الطيور وتربيه الطيور. شكرا لكم بزاف على التفاعل ديالكم مؤخرا، تحياتي لكم، شكرا بزاف من القلب.